وثاني شيء قبل ما انت تحكي بكل هذا، انا مثلا لما دزيت البرودكاست عن هذا الموضوع فيش اشخاص دشوا وتكلموا وقال لي مين من ستر على مسلم، اه زين من ستر على مسلم ولكن وليس من ستر على نصاب، يعني الحرامي تحكينا عن الشرع الحرامي تنقص ايده لانه اخذ شيء مو حقه.